الحقيقة أنا بالنسبة لي أتمنى من كل قلبي إن أنا إن شاء الله أشوف. هو أنا بالنسبة لي برضو رقم 6، خدوا بال حضراتكم، رقم 6 بالنسبة لي هو رقم أنا عارف إن كلكم بتحبوه، وأنا عارف إن كل الأهلاوية بيحبوا رقم 6 لأسباب كتيرة جدا، ولكن من أهم هذه الأسباب إن إحنا النهاردة دي سادس مرة النادي الأهلي بيصل إلى مونديال الأندية. ولكن لما أجي بنظر ليها أو بربطها على الجانب الآخر مع الدوري العام، معلش لازم أقول حاجة كده كلمتين عن الدوري العام علشان الناس اللي فاكرة إن هي بس طالعة تتكلم وطالعة تقول أي كلام دي ما يحسوش إن إحنا ساكتين. إحنا عمرنا ما سكتنا، من عمرنا ما سكتنا، وعمرنا ما هنسكت، وعمرنا ما هنعمل حاجة إلا بأخلاق النادي الأهلي، وعمرنا ما هنرد على حد إلا بأخلاق النادي الأهلي وبطريقة النادي الأهلي. الحمد لله خلال الفترة السابقة بانت حاجات كتيرة جدا 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 إن أخلاق النادي الأهلي وبيانات النادي الأهلي هي اللي كسبت في النهاية، هي اللي كسبت، لأن الأخلاق. وزي ما قلت لكم، أنا كنت بقول لكم الكلام ده قبل كده، إن دايما في وقت بيبقى فيه الصوت العالي هو اللي سايد، لكن ده ما بيبقاش وقت طويل، خدوا بال حضراتكم، دايما الصح هو الصح، والصح هو اللي دايما بيسود، الصح هو اللي دايما بيسود، والمبادئ والاحترام هي اللي هتكسب في الآخر.